فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه وعذره عند عدم قيامها، هل نعم. من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه وعذره عند عدم قيامها، هل يعتبر مخطئا أو مشابها للمرجئة؟ ما هو واضح السؤال، فيه تناقض. يقول حفظك الله: من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه. بعد إقامة الحجة عليه، نعم، ولم يقبل. إذا أقام الحجة عليه ولم يقبل وكفره، هذا صحيح، نعم. أكمل. وعذره عند عدم قيامها. كيف يعذره عند عدم، يقول أقام الحجة ثم يقول عند عدم قيامها، تناقض هذا، نعم.